أسعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم من جديد في هذا الباب السادس من مادة قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004، وسوف نتحدث اليوم عن الثقافة الصحية أو التثقيف الصحي. الثقافة الصحية هي وسيلة كي تساعد الناس على العيش بحياة صحية وتمدهم بالمعلومات اللازمة لاستمرار الحياة بهذه الصحة، وتساهم في أيضا الوقاية من التعرض للأمراض بجميع أنواعها، وتنبيه الناس بمخاطر هذه الأمراض، وتوزيع المعلومات ونشرها حول الإصابة بالأمراض. فعندما يحافظ الفرد على صحته ينعكس هذا السلوك على المجتمع، طبعا على الأسرة، والأسرة على المجتمع بشكل كامل. وأيضا الثقافة الصحية تقلل من انتشار الأمراض، وبالتالي يزداد الوعي عند الناس لدى الناس حول طبيعة الإصابة بمرض معين وأسباب حدوث هذا المرض والأعراض التي تظهر على المصاب والطرق المناسبة والصحيحة لعلاج هذه الأمراض، وكل هذا من نتيجة تدعيم وتحفيز ودعم الوعي الصحي في المجتمع وبين أفراد المجتمع. تعد الثقافة الصحية عملية مستمرة مستدامة، ليس لها توقف، ومبنية على مجموعة من العلوم والمعارف الأساسية، والتي بدورها تهدف إلى تغيير سلوك الفرد من السيء إلى الأفضل، وجعل الأفراد في المجتمع أكثر اهتمام بصحتهم عن طريق اتباع أساليب معينة. أسلوب مثلا توجيه المعلومات الصحية لكافة الأشخاص مهما كانت الأعمار، بالطرق طبعا والوسائل المناسبة حسب الفئات المستهدفة في المجتمع يتم توجيه هذه النصائح والمعلومات الصحية. لذلك تعد الثقافة الصحية أو التثقيف الصحي جزء مهم وأساسي من أجزاء العلاج المستخدم في الحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الإصابة بالأمراض. مادة 36 برامج الإرشاد والتثقيف الصحي والبيئي. تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية، من وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة، أيضا وزارة التموين، وزارة العمل، بإعداد برامج إرشاد وتثقيف صحي وبيئي مقروءة ومرئية ومسموعة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والطباعة، وأيضا بمتناول الجميع من كل الفئات من عمال ومصنعين وأفراد أسر وموظفين وناس تجار وناس عاديين، لكل فئات المجتمع، وبالتعاون مع الجهات المعنية تتيح هذه الوزارة برامج هذا الإرشاد والتثقيف الصحي بمختلف الوسائل التي ممكن أن تصل إلى المجتمع. مادة 37 نشر وتوصيل البرامج للمواطنين. تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بنشر وتوصيل هذه البرامج المدروسة المصنفة لتعزيز الصحة وتعزيز الثقافة الصحية للمواطنين. مادة 38 إعداد البرامج وتقديمها في المؤسسات التعليمية، وهنا نقصد المدارس والمعاهد والكليات والجامعات. تقوم وزارة الصحة عبر دائرة الصحة المدرسية، هنا ونقصد هنا في شأن المدارس، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج إرشاد وتثقيف صحي خاصة بالأطفال وبرواد المدارس، وكذلك برامج الإرشاد البيئي وتقديمها في الروضات والمدارس والجامعات، كل في تخصصه وكل حسب مستواه العلمي وكمية ونوعية دقة هذه المعلومات، تعتمد على الفئة المستهدفة من الأطفال في الروضات والمدارس، وكذلك الشباب والشابات في الجامعات، وجميع أفراد المجتمع بما في ذلك العمل والعمال في المراكز المهنية للتدريب، حتى يصبح الجميع لديه ثقافة صحية تتعلق بخطورة الأمراض على الصحة العامة ونمط الحياة الجميل الجيد الذي من الممكن أن يعزز الصحة والسلامة للجميع من خلال هذه البرامج. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة.